درب الملكة، موظفة ديال وزارة الشباب والرياضة. عندي قسم شعبة المربيات، أنا اللي كنقبل المربيات اللي كيخدموا في المدارس الحرة، وحنا دابا موجودين في واحد القاعة هنايا ديال الاستئناف المهني داخل المؤسسة عندنا. الاستئناف المهني هي الشعبة اللي كيديروا فيها الطرز، كل ما هو خاص باليد، في طرز ديال الحساء، في طرز ديال بوانت خوا، وفيه الراندا، وفيه التكرير، وفيه الصالة البلدية ديال الجلالب ديال القمايص وديال العبايات، وكذلك فيه الكويتات بالنسبة ليزونفون ديال لي شومبر ديالهم. وكاين واحد الشعبة أخرى اللي داخلة هنايا، الخياطة السريعة، البنات اللي كيتكونوا المدة ديالهم ديال عام وكيمشيو يخدموا في الشركات. زيد على الولاية كاين عندنا الرائدة كيدخلوا، يمكن شوف هنا المنتوج ديالنا عبارة على جلاليب، كاين هنا جلالب، كل جلابة شناهي هي الخياطة اللي كاينة فيها. وهنايا كاين غطاء سرير كبير بالنسبة ديال الطرف ديال الحساب، وهذه هي الكويت ديال لونفون اللي كتكون هنايا عندنا، خيطة باللواط ومخيطة بالسميت ديالها. وقبل ما تبدا البنت هادشي الكبير ضروري انها كتمر كدير واحد الكونسور ديالها اللي كيكون في كل ما هو يدوي. لاكوم يعني ضروري انهم كيكون عندهم واحد الكلاسور بحال هكذا، كتخدم جميع لي بيس صغيرين قبل ما تدوز للكبير، ضروري انها كتخدم واحد النموذج كيكون صغير بالنسبه لكل شيء. عندنا كلاسور ديال الخياطه والطرز والفساله، وعندنا كلاسور ديال كذلك البيكوز، وندخلوا ودخلنا كذلك هنا التنبات، عندنا التنبات ديال العقيق هنايا، هذه البلاصه هنا اللي كتشوف انها كينبتوا فيها بالعقيق. وزيادة على هادشي كله كنديروا كذلك تزيين ديال المطبخ، تزيين ديال المطبخ اللي كيحتوي على كل شيء اللي كيكون في المطبخ،